هذه هي كرة القدم، يعني نعم تمام. سلسلة لا هزيمة، 35 مباراة دون هزيمة، يعني ليست بالأمر الهين يعني تقوم بسلسلة نتائج طيبة. اليوم جمال بلماضي كان شجاع أمام الصحافة وقال بأنه أتحمل مسؤولية، والشيء الأهم من ذلك أنه الجمهور الجزائري وحتى الصحافة ورجال الإعلام يلتفون حول هذا المنتخب إيمانا منا بأنه يعني قادر على تقديم الإضافة المرجوة، وفرحنا في كثير من المرات من خلال التتويج بكأس العرب، بالتتويج بكأس إفريقيا 2019، وما زال هناك تحديات بالجملة إن شاء الله. إتش يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني.